السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض إزاي نعرف مساحة أي أوض أو أي مجموعة أوض. تمام، هي ممكن لو أنا عندي أوضة، تمام، بقول له الروم تاج روم، ومن التاج روم ده بظبط إن الأريا تظهر معايا. تمام، دي حاجة، يعني باجي هنا أقول له إيه، اظهر لي الأريا. تمام، فكده إيه المساحة بتاعة الأوضة هتظهر. تمام، طيب النقطة التانية بقى، لو أنا مثلا عندي منطقة مفتوحة، أو عندي عايز أعرف 3 4 أوض مع بعض، مش عايز أقعد أجمعهم. تمام، أو حاجة تانية، أنا دلوقتي في دور وعايز أشوف الدور اللي تحتية. تمام، يعني ممكن أقول له هنا ده الأندرلاي، بشوف الدور اللي تحتية. ممكن أقول له أنا مش عايز أشوف حاجة، أو أشوف الدور اللي تحتية على طول. تمام، زي ما أنا عايز أبدأ أشوف الأدوار اللي أنا عايزها. ممكن أقول له مثلا عايز الدور الأولاني، أبدأ أشوف حدود الاوض والحاجات دي. ممكن انا في دور وعايز مثلا اشوف الجزء ده لوحده، تمام، ومش عايز اشوف الحته دي، يعني عايز يبقى ليا ان انا اختار حاجه عشوائي مش لازم مرتبط باوض. تمام، طيب في ناس كانت بتعمل طريقه ما فيهاش مشكله، ان انا بعمل فلور ارسمها واشوف المساحه بتاعتها تطلع قد ايه. تمام، وفي ناس كانت بتعمل روم وتشوف قد ايه، بس مشكله الطريقتين دول ان انا ممكن انساهم. انت عارف الواحد بينسى حاجات كتير قوي، يعني انا خايف اكون ناسي حاجه على البوتاجاز وتولع في البيت، فدول مشكلتهم ان انا ممكن انساهم، يعني اعمل حاجه وانساها. طيب في طريقه لذيذه مش تعمل لي مشاكل لو نسيتها، من انوتيت بختار ريجن. الريجن ده بيرسم لي اي شكل عشوائي انا عايز ارسمه، يعني ممكن اقول له مثلا انا عايز من هنا لهنا 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 لهنا. تمام، تمام، ادي هو الريجن وادي الاريا. تمام، وفي اي وقت عدلت اي حاجه او دخلت قلت له اديت وعدلت الشكل، هتلاقي المساحة اوتوماتيك بتتعدل هنا، فمفيش أي مشكلة خالص. تمام، ولو أنا نسيتها مفيش مشكلة، لأن دي بتأثر في الفيو ده بس، مش هتأثر في بقية الشغل، مش هتأثر في بقية الفيوهات، ومش هتأثر في الشغل بتاعي. تمام، بس دي كانت طريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله تعجبكم. أخوكم عمر سليم.